يرينا الله تعالى مرة أخرى الإبداع في خلقه ألوانا وأشكالا في أجنحة الفراشات. ولننظر من قريب إلى أجنحة الفراشة المليئة بإبداع الخلق في كل واحدة، ولندقق كيف ظهرت هذه النقوش والألوان الرائعة. أجنحة الفراشة في الأصل شفافة، هذه الأجنحة الشفافة مغلفة بريشات متراصة مختلفة. بعض هذه الريشات المصفوفة على أجنحتها تعكس الأشعة الواردة إليها بألوان قوس قزح، ويعكس بعضها الآخر ألوانا خاصة. وما يحير الناظر إليها كيف اصطفت آلاف الريشات هذه بنظام متناسق رائع لتكون ألوانا جذابة ونقوشا بديعة كما نرى. ليست هذه الألوان الرائعة والأشكال المذهلة مجرد جمال نقش فقط، بل لها وظيفة هامة في حياتها. لبعض الفراشات شامة ذات لون داكن، هذه الشامة لها ميزة التعيير الحراري. عندما تحتاج الفراشة للدفء تصفق أجنحتها بشكل يؤمن وصول أشعة الشمس إلى هذه الشامة، وتأخذ بذلك الدفء اللازم الذي يعينها على الطيران. أمامنا نظام اقتصادي إلى حد كبير للاستفادة من هذه الحرارة. موجد هذا النظام الرائع مع الجمال الفائق هو الله الخالق القادر على كل شيء. يقول جل شأنه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الجمال المرئي في الطيور واحد من أهم دلائل خلق الله تعالى للكائنات. عند التدقيق في بنية أرياشها يظهر أمامنا تصميم متكامل. يتشكل التنوع في الألوان نتيجة الانعكاس الضوئي والمخصبات في بنية أرياشها. هذه الأرياش تبلى خلال مدة قصيرة بسبب عوامل البيئة، إلا أن الطيور سرعان ما تعوض أرياشها الملونة في كل مرة. فالله تعالى خلق فيها قابلية لاستعادة أرياشها بنفس التناسق الذي كانت عليه حتى لو فقدته مرارا. هناك فوائد أخرى للمخصبات التي تعطي الألوان للأرياش، فهي تزيد من تحمل الأرياش للظروف المحيطة بها، وتخزن الحرارة، وتمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى جسم الطائر. للألوان في الطيور فوائد مختلفة، فمثلا هذان الطائران يتلائمان مع البيئة حولهما بفضل ألوانهما. لذكر الطير هذا الذي تشاهدونه زي مؤلف من ألوان حمراء وبيضاء وزرقاء، يحاول التأثير على الأنثى بفتح مريوله ذي النقوش الفريدة. من أجمل مظاهر الطيور المتلونة ذكر طيور الطاووس الذي يفتح ذيله الرائع ويستعرض ألوانه الفاتنة لجذب الأنثى. روعة الذيل نابعة من كونه يفتح كمروحة يدوية نسجت بدقة لتشد أنثى الطاووس ويجد زوجة له. المدافعون عن نظرية التطور التي تدعي تكون الكائنات نتيجة المصادفات يقفون عاجزين تجاه هذا التصميم الرائع. التصميم المتكامل في ذيل الطاووس مؤثر لدرجة أن مؤسس نظرية التطور تشارلز داروين يطلق هذا الاعتراف قائلا: أما الآن فبعض البنى الواضحة في الطبيعة تزعجني، مثلا رؤية ريش الطاووس تمرضني،
داروين ينزعج من رؤية الروعة في الأرياش، فكأنه من الواضح له عدم ظهور هذه الأرياش نتيجة مصادفات عمياء. أنواع النقوش والألوان التي لا تحصى في أرياش الطيور دلائل واضحة ترينا علم الله وقدرته وبديع صنعه. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعيش في البحار ملايين الأنواع من الكائنات، يصعب تمييز كثير من هذه الكائنات عن البيئة التي تعيش فيها. مثلا سمك العقرب، موطن هذا السمك قاع البحار في المناطق المدارية. زعانف الصدر لدى هذه الأسماك هي أسلحتها التي تستخدمها لإعاقة عدوها. يملك سمك العقرب مظهرا متلونا إلى حد كبير، والمرجان الذي تعيش فيه ملون كذلك، وتختفي في هذه الشعاب المرجانية بسهولة، وهذا يحميه من أن يصاب، ويساعده في نفس الوقت على الاقتراب بسهولة إذا أراد أن يصيد. يعيش في هذه الشعاب المرجانية أحياء أخرى صغيرة، لننظر عن كثب، حصان البحر، ألوان حصان البحر والنتوءات الكثيرة في جسمه شبيهة جدا ببنية ولون هذه الشعاب التي يعيش فيها.